حلقة جديدة من برنامج من الجزائر. مرحبا بسادة المشاهدين الكرام. مأساة حقيقية في الصابلات تنتهي بوفاة 5 تلاميذ غرقا كلهم من مدرسة واحدة، مدرسة محمدي محمد بعين بوسيف ولاية المدية. تتراوح أعمار التلاميذ ما بين 9 و12 سنة رحمهم الله. الحكاية بدأت عندما قررت جمعية أو ذو الشأن المدرسي هناك بتنظيم رحلة تنزهية إلى العاصمة، ويعني العاصمة، وهناك مجموعة من المحطات منها محطة منتزه الصابلات. وحسب ما هو ظاهر التلاميذ قرروا الدخول إلى البحر، ما دام أنه ربما كان هناك الجو حار بالأمس، ولكن البحر كان فيه هيجان حسب ما صرحت به يعني أحوال الجوية، وحصل بعدها ما حصل. الجهات القضائية فتحت تحقيقا شاملا حول ملابسات هذه القضية وعن المتسببين في هذا الحادث. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بدوره عز عائلات الضحايا وأصدقاء وذو الشأن وأصحاب الشأن المدرسي. على كل حال، هل حان الوقت لضبط هذه الرحلات أكثر والتشديد عليها حتى لا تتكرر من جديد؟ وأيضا نظرة الجانب القانوني والتشريعي لمثل هذه الرحلات، ومن هم المؤهلون أصلا في لتنظيم مثل هذه الرحلات، ما دام أن هناك أطفال قصر تتراوع أعمارهم ما بين 9 و8 سنوات و10 سنوات. ناقش هذا الأمر بالتفصيل، وأيضا في الجزء الثاني نفتح موضوع غزة، وأيضا ما حدث مؤخرا الجمعية العامة في الأمم المتحدة وفلسطين تخطو خطوة مهمة جدا في سبيل أن تصبح دولة عضو كاملة السيادة في الأمم المتحدة. أناقش هذه النقاط مع ضيوفي هنا في الأستوديو، الأستاذ سعيد إرزي الإعلامي محلل قناة الوطنية. مرحبا بك أستاذ سعيد. تحية طيبة، شكرا لاستضافة الأخ. شكرا جزيلا لك، وأسعد أيضا باستضافة الأستاذ الناشط الحقوقي الأستاذ عبد القادر لك حل. مرحبا بك أستاذ عبد القادر. شكرا لك. الله شكرا جزيلا. ويكون معي عبر خدمة الهاتف مراسل قناة الوطنية من ولاية المدية، وبالضبط من عين المكان، من عين بوسيف، حليم مزاوي. مرحبا بك حليم، وأبدأ معك هذا النقاش حول الأجواء هناك. أكيد أنك اقتربت من يعني آباء وأولياء تلاميذ للضحايا، 5 ضحايا رحمهم الله الذين وفاتهم المنية بالأمس، وتم إنقاذ لحسن الحظ 2 طفلين. ما هي الأجواء حليم؟ نعم، مساء الخير زميلي زكي، مساء الخير مشاهدي قناة الوطنية. نحن الآن متواجدون في بهو مسجد عمر بن الخطاب في انتظار وصول جثامين ضحايا التلاميذ بعد انطلاق يعني الموكب الجنائزي من مستشفى مصطفى باشا في حدود الساعة 4:30. كما ننتظر كذلك زميلي زكي وصول وزيرة التضامن والسيد والي ولاية المدية الى مقبرة عين بوسيف. زميلي زكي، قناة الوطنية كانت من اوائل القنوات في تغطية الحدث يعني منذ صباح اليوم، فيها لا تزال الصدمة يعني ظاهرة للعين على كامل مستوى بلدية عين بوسيف وعلى الأولياء والضحايا وجيرانهم. زميلي زكي، اقتربت من أولياء التلاميذ حليم مزاوي، كيف بدأت الرحلة وكيف تلقوا الخبر والأجواء هناك، أجواء العائلة والجيران والأصدقاء ومدينة عين بوسيف ككل؟ يعني زميلي زكي، حسب تصريحات أولياء المتوفين وعائلاتهم وجيرانهم لقناة الوطنية، يعني كانت فيه صدمة كبيرة، ولم يتبين الخبر اليقين إلا في حدود ساعة منتصف الليل بعد أن انطلقت يعني التحقيقات على مستوى مصالح الأمن بالجزائر العاصمة، وتم يعني إخبار الأولياء حتى منتصف الليل. يعني كان فيه البقالة لهم أنه فيه
يعني تعطل الحافلة، بعض قال بأنه فيه يعني تعطيلات أخرى، لكن يعني الخبر اليقين كان بحدود الساعة منتصف الليل. شكرا جزيلا لك يا حليم مزاوي على هذا التدخل. أكيد سعيد أن الصدمة كانت كبيرة ليس على يعني وقع سكان عين بوسيف وإنما الجزائر ككل. هذه المأساة تفتح العديد من التساؤلات حول المسؤولية وحول ضبط مثل هذه الرحلات المدرسية. الأكيد أن الرحلات المدرسية عندها جانب مهم في صقل وإبراز المواهب الخاصة بالتلاميذ وغيرها، ولكن لما تحدث مثل هذه الحوادث ماذا يمكن أن يقال هنا أيضا سعيد؟ أولا أعزي عائلات ضحايا هذا الكارثة، نسميها كارثة بأتم معنى الكلمة، أعزي مدينة عين بوسيف. في الحقيقة الآن نحن لسنا في جلسة محاكمة، أكيد نحن في عمل استقصائي، نعم لا نحكم لا نصدر الأحكام، ولكن لابد أن ننوه إلى شيء مهم وأهم، أنه هؤلاء التلاميذ وهم على بعد أسبوع عن امتحانات الفصل الثالث، وهذه يعني وهذه الرحلات هي رحلات يعني دورية عبر مختلف الوطن، يأتون ربما إلى العاصمة بدرجة الأولى، إلى منتزه صبلات، إلى مقام الشهيد، إلى مناطق يعني معروفة، حتى هناك مناطق داخلية مثلا في تيمزقيدة او حتى بجاية الى اخره، الناس راهي تروح للولايات المجاورة، برج بوريريج، المسيلة، سطيف، يروحوا الى ما يعني يشوفوا يماغورا ولا يشوفوا هذه فروع منها، ولا ولايات الغرب الجزائري يروحوا لوهران، سانتا كروز الى اخره. الان قبل ما نتكلم على ضبط هذه الرحلات المدرسية، اذا الرحلة المدرسية تضفي في اخر المطاف الى هؤلاء التلاميذ انهم يريدون الاستجمام والسباحة إلى آخره، نقول هل بدأ فعلا موسم الاصطياف؟ لا، زيد على ذلك موسم الاصطياف لم يبدأ بعد، زيد على ذلك على مستوى منتزه الصبلات، نحن نعرف أنه لما يبدأ موسم الاصطياف هناك شواطئ المسموح بها للسباحة، يعني فيها علم أخضر في علم برتقالي في حالة الهيجان، وفيه في حالة يعني ممنوع السباحة هو العلم الأحمر، يعني موجودة فيها أو يعني فيها يعني حضور للحماية المدنية، يعني هذا الشاطئ يعني مستغل للسباحة. إذن أول حاجة ليس هو لم يبدأ موسم الاصطياف، ثاني حاجة كيفاه تخليوا الاولاد الاطفال التلاميذ هذو يروحوا للاستجمام للسباحه او ما كانش فيه يعني هذا العلم وما كانش فيه الحمايه المدنيه. إذن الان هنا كان اجهزه الامن وحتى النيابه العامه هي من صلاحيتها انها تفتح التحقيق من اجل ذلك، تفتح يعني بشكل التحقيق وسيدرسون هذه الملابسات بدقه فعلا. الان هذه لابد ان نستفيد من هذه الكوارث، الحكمه في هذا الشيء لأن لا تتكرر هذه الكوارث، من خلال أنه كل جهة تتحمل مسؤوليتها. وأنا كتبت على الساعة 5 صباحا، يعني خليتها غصة هنا يبتدي من, من, من الساعة 1 من اللي بديت نشوف هذا الفاجعة، خليتها بعد صلاة الفجر كتبت المنشور تاعي، قلت بأنه هناك دوس على القانون، وقلت هل هو موسم يعني بدأ موسم الاصطياف؟ إذن الآن خليوا النيابة تخدم خدمتها، ولكن نحن الآن نستشرف إلى الغد المبشر إن شاء الله، ولابد نشوفه بإيجابية، ولابد أن القانون يكون صارم، تكون فيه قوانين في هذا المجال اللي عنده علاقة بالرحلات المدرسية، وين تروح، شكون اللي يرافقهم الى اخره. الواضح ان هناك يعني قوانين اكيد، والا فلن يعني يستطيعون القيام بمثل هذه الرحلات، والرحلات المدرسيه معروف عليها من زمان يعني منذ عقود، كنا صغار وكنا نروح، وكنا صغار نحن ايضا استفدنا، وربما كنا ننتظر حتى بشغف متى نذهب الى رحله مدرسيه، ولكن لما تحدث مثل هذه الكوارث يعني كوارث كبيره تفتح باب التساؤلات. هل يجب هنا ايضا التشديد
في من هم المؤهلون أستاذ عبد القادر للقيام بهذه الرحلات، لأنها في نهاية المطاف مسؤولية كبيرة تقع على هؤلاء، ليس فقط في البحر يعني، قادر في الغابة أو في أي مكان آخر المرور يعني، أو حد مرور لا قدر الله، وكمل حوادث المرور يعني شفناهم. فسام شكرا جزيلا. أولا نترحم على الأطفال هذو اللي راحوا ضحية تاع اللامبالاة والتهاون، سواء من الجهة اللي كانت مؤهلة أنه تجيبهم، ولا سواء من الجهة اللي كانت من المفروض على كل حال أنها تقيم الحراسة المشددة في المنطقة دي تاع الصابلات وين كاين البحر. ثانيا احنا نقولوا الله يرحم على كل حال اللي ماتوا، والله يصبر والديهم الاهل تاعهم، لانه الفاجعه كبيره والصدمه كبيره، ونقولوا ربي سبحانه ويرحمهم، ان لله وانا اليه راجعون. ثانيا لازم تحديد المسؤوليات، باسكو ما يخفاكش اخ يزري اخ زكي، انه كي تكون جريمه معينه اللي تخضع لقانون العقوبات تتقدم على كل حال النيابة العامة بتلقاء نفسها أو بناء على شكوى، وتحرك الدعوة العمومية. الدعوة العمومية هذه من خلالها راح يتوجه بها النائب العام ويفتح تحقيق على كل حال. التحقيق هذا هو واجب التحقيق، والتحقيق هذا هو اللي راح يحدد المسؤوليات، لأنه أولا الرحلة كانت منظمة، من هو الذي نظمها، هل كانت كاين اون اسيغونس ولا ما كاش، البرنامج تاع الرحله، كي جاوا الرحله هذه وراحوا اولا رانا لاحظنا انه ما كاش موسم اصياف، ما فتحوش موسم اصياف، اذا اولا المرافقين نعم حتى الاجواء هذا المشكل، ها بيت القصيد، اولا المرافقين بالدرجه الاولى المرافقين تاعهم من المفروض ما يخلوهمش يروحوا للسباحه. ثانيا الناس اللي كانوا في الصابلات واللي عندهم الامنيين اللي كانوا عندهم مسؤوليه حراسه هذه الشواطئ وكذا، والناس اللي تدخل تما وتخرج وكذا، وين كانوا في هذا الوقت؟ وكيفاش سمحوا للاطفال هذو سواء المرافقين ولا سواء الناس اللي كانت عندهم مسؤوليه انهم يحرسوا؟ تعتقد بانه في مثل هذه الحالات حتى ولو كانت عاطفه التلاميذ يعني جاءوا من مناطق بعيده يكتشفون البحر وغير، حتى ربما كلمة الله صعبة جدا يعني، جاءوا من مناطق بعيدة وربما الغريزة أنه شافوا البحر أمامهم، وربما أول مرة الناس تشوف البحر أمامها حبوا يكتشفوا البحر، ولكن ألا تعتقد بأنه يجب التجديد يعني، لا تسامح هؤلاء المرافقين، لا يجب أن يتسامحوا مع العاطفة التلاميذ، مع عاطفة التلاميذ، أمر غير قانوني، غير قانوني، أمر ليس في وقته، ليس في وقته، سباحة ممنوعة، ممنوعة يعني مهما كانت يعني ضغوطات التلاميذ وغير ذلك، لا يجب تسامح يعني. هي لا يجب تسامح، هي أكيد ما كانش نية إجرامية، لأن المرافقين هذو جاوا بحسن نية وكذا، ولكن هناك تعريض حياة قصر للخطر أولا، ثانيا هناك لا مبالاة وتهاون. انت كي تجيب طفل صغير كذا وهو صغير ما يعرفش، حتى بالنسبه لمتابعه القصر، لا يتم سماع القصر الا بحضور الوالي تاعو، لا يتم سماع محاكمه القصر الا بحضور الوالي تاعو، حتى بالنسبه للقانون العقوبات بالنسبه لقانون الاجراء الجزائيه في حيث المتابعه الجزائيه، اذا كي يكون حتى في المتابعه حضور الوالي تاعو، ولكن الوالي تاعو هنا راه عطالك حديثه تكبدوا، عطالو تصريح داروا لاسيرونس تاعهم جاوا في نزهه، ولكن حنا نوجهوا المسؤوليه للناس اللي كانوا مكلفين بيأطروا والبرنامج تاعهم واش كان، وكذلك نوجهوا المسؤوليه للحراس تاع هذا المنتجع اللي خلاوا الاطفال الصغار ابرياء وهم ما يعرفوش على كل حال لانهم قصر. تعتقدوش انه يجب ايضا ان يكون هناك دفتر شروط قبل القيام باي رحله مدرسيه مهما كانت؟ قال انا ما هي المحطات التي سيذهبون اليها، والاكيد انه كانت هناك محطه البحر في في في, في البرنامج يعني، ولكن محطه هل هناك ايضا السباحه؟ السباحه اعتقد بانها غير مبرمجه اصلا، والله باش نكون خرجت الامور على السيطره يعني اكثر واقعيين اخ زكي. لما نتكلموا دفتر شروط عن النزهه الى اخره، المرافقين الجمعيه اللي تقوم بهذا الشيء، انا نكون صريح خويا، تفضل سا تتحمل المسؤوليه تاعها اداره الصابلات. لماذا؟ لانه كل العائلات الجزائريه خاصه القاطنه في العاصمه وفي الولايات المجاوره بومرداس بليده عند دفله
يجيو في نهايه الاسبوع يجيو لمنتزه الصبرات، لانه فيه اولا فيه السيرك، فيه كذلك يعني الكلون الى اخره، يعني فيه فيه فيه, فيه يعني دكاكين تبيع مثلا هدايا. منتزه صابلات، صابلات منتزه صابلات اصبح وجهه صراحه، يعني وجهه وجهه. وأنا ولكن بالامس كنت في تلك المنطقه صراحه، ولكن وشاهدت انه البحر كان يعني ليس في حاله طبيعيه، كان هايج يعني. كان هو كان هايج ولا ما كانش هايج؟ موسم الاصطياف لم يبدا. اذا اداره صابلات تتحمل المسؤوليه، تحمل المسؤوليه جزء من المسؤوليه. شوف انا شوف باش ما نكونوش المؤمن مصاب، قدر الله ما شاء فعل، فاذا جاء اجلهم فلا يستقدمون ساعه فلا يستاخرون. هذه كلها فهمت الموت، هذه كاينه، ولكن باش تكون الكارثه هذه بفعل مسبب. من هو المسبب؟ هو ذلك الانسان الذي لم يحترم القانون. التقصير، لانه التقصير من هي الاطراف التي شاركت في التقصير. لست رجل قانون الاستاذ راهو امامي، ولكن التقصير، عفوا استاذ، التقصير هذا هو الذي ادى الى الدوس على القانون. لانه الصابلات هذه راني قلت لك وجهه، يعني اصبحت وجهه لكل الكثيرين، خاصه ولكن افتتاح الجامع الجزائري. نعم، اصبح يعتبر لأصبح. يعتبر يعني متحف يعني مفتوح، وان كان كل يعني التماثيل التي تمثل التي تعبر عن يعني رمزيه اي دول عربيه. هذا ما يجب، لكن هذا ما يجب ان يقال. انا شاهدت بالامس للامانه، يعني ولفت انتباهي. العاطفه ما كانش في القانون. لا لا، القانون كان واقعه معينه يجربها القانون تمشي. الكثير اصبح الان يقوم برحلات يعني مرضمة إلى الجامع الجزائر والصابلات، حتى الأرقام، أرقام الولايات من كل شيء جميل. من كل يجب أن نكتشف بلدنا، نتعرف على وطننا. شاهدت أيضا تعزيزات أمنية. نعم، موجودة. لا لا كوش موجود، ولكن البحر أن أنت تخلي الناس تلعب في البحر. أنا تكلمنا في الكواليس أنه في البلدان التي تحترم يعني هذا المجال يعني لابد أن نستفيد. كوبي كولي، لما تكون هذا المنتزه، هذا الصابلات عندي، نقدر ندير يعني بطول 1000 كيلو واسمه 1000 متر، يعني 1 كيلومتر، نجيب الرمال نخلي 1000 متر كلها يعني نسبه الماء، المياه تكون 50 سنتيمتر. ما نخليش انايا نمشي 4 مترات ومن بعد العمق. هذه من جهه، ولكن هذا الشيء لازم تكون استشراف، يكون تحضير الى اخره. ما دام الموسم الاصطياف، هذه قرينه من قرائن، نتكلم باللغه تاع الاستاذ، الموسم الاصطياف لم يبدا، فان الان المسؤوليه تتحملها بالدرجه الاولى اداره الصابلات وكذلك المرافقين. لانه انا ذوك ولي امر، انت ولي امر. الاولاد القصر كما يقولوك، يقول لك امبريفيزيبل، يعني عندهم فضفضه هذيك يجريو، هذو والدين ما يقدروش يتحكموا في ولادهم، وما بالك انك انت تكون عندك ما يسمى لي مونيتور، ولا يسمى المرافقين، هذو سته ولا اسمه تاع الجمعيات، هذو عنده 48 طفل ما يقدرش يسيطر عليهم، مستحيل. هذه من جهه مسؤوليه. الرحله المنظمه فيها اكثر من 70 تلميذ. مستحيل. نعم، 70 مواطنين، ممكن 8 7 ما يقدروش، ما يقدروش، ما يقدروش، ما يقدروش، ما يقدروش. كاين مسؤوليتين، الناس اللي جابوهم ومسؤولين على الحمايه تاعهم القانونيه، والناس اللي كانوا ثم في الصابلات ومسؤولين على حمايه الناس اللي يجوا للمنتزه، و في لانه في باش يجوا يتربوا في عفوا يزهقوا كما نقولوا هنا بالمره، في 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 والقانون ما فيش رحمه مثلا دي فوا كما نقولوا هنا في لي زاغريسيون. كاين شباب متهور مثلا، ممكن يسمو كاين اجهزه الامن، الحمد لله، الحمد لله. شوف مؤخرا في السنوات الاولى تاع الصابلات كان نوع من الانزلاقات هكذا تكون هكذا، ولكن الان اجهزه الامن تحكموا في الوضعيه، يعني قليلا حالات شاذه وين تسمع عائله جاوا سرقوا الساك لمرتو، ولا سرقوا له حاجه، ولا هاتف الى غيره. ولكن من الجانب هذا، ولكن الجانب هذا كاين تقصير، كاين تقصير، وقع تساهل، يعني كاين تقصير، تهاون، عدم احترام القانون، تهاون، لا مبالاه، تقصير. القانون ما والقانون ما يمشيش من العاطفه. عندك واقعه معينه يجرمها القانون، قال الواقعه تنطبق، نطبقوا عليه القانون، ولكن اسمح لي ونطبقوه بصرامه، باسكو اذا ما طبقناش القانون نحلوا المجال، انه يكون تهاون وعدم احترام يعني القانون. القانون لا ينظر الى ما جرى انه مجرد حسن نيه، تعامل المرافقون او اي من كان بالعاطفه، جاءوا من بعيد، هي فرصه من اجل انه يعني القانون لا يعترف بالعاطفه. القانون قال كاين وقائع
يجرمها المشرع الجزائري طبقا للقانون، بدليل انه السيد وكيل الجمهوريه المحترم فتح تحقيق والتحقيق هذا راح يسمع كاع الاطراف كانوا متواجدين بما في الاطراف الامنيه وبما في المرافقين بما في الاطفال، وراح التحقيق هذا يجيب لنا باسكو احنا ما كناش حاضرين لا احنا لا وكيل الجمهوريه لا اطراف معينه، ولكن التحقيق راح يكشف ملابسات قضيه، ممكن شهاده شهود، ممكن ضحايا اهل الضحايا واحد منهم كان باتصال مباشر في الفيسبوك ولا ماسنجر ولا كذا ما نعرفوش. وبالدرجه الاولى انت تجيب طفل قاصر كيفاش تشوفو تايا تشوفو تايا يسبح وطفل صغير ممكن ما يعرفش السباحه تخليه يسبح وما كاش ما كاش تغطيه امنيه وما كاش ديما الناشر وتخليه يسبح فعلا وين سائل لو كان جابنك تخليه استاذ لو كان جابنه خليه والله ما يخليه موسم الاصطياف موسم الاصطياف مازال ما بداش لذلك وجود الحمايه المدنيه مازال الحمايه المدنيه مازال اذا ممنوع السباحه ممنوع السباحه انا ندير مقاربه عندي مقاربه صارت كارثه ليش تهد مع النص شوف كاين نص ما اجتهدوش صارت كارثه في تيك عندما انحرفت بعض يعني حافله من حافلات صارت عندها واحد عام ولا بسمو هذا يعتبر حادث مر شكون يتحمل المسؤوليه تاعو يتحمل المسؤوليه تاعو السائق تاع الحافله اكيد ومن بعد تجي هذو تاع المؤطرين الى اخره ولكن هنا انا باش نكون ثاني اكثر واضحيه وواقعيه اذا عنده غرام من المسؤوليه مسؤول الصبلات المدير يستقيل في بلد يحترم في اسمه تحترم فيه يعني تحترم كرامة الإنسان يستقيل ما يلقاش المبرر لأنه بالدرجة الأولى قبل ما نهضر المؤطرين كيف تأطر الرحلة إلى آخره أنه ممنوع السباحة وما راش في موسم الاصطياف على السيد مدير الصبلات أن يستقيل لأنه تبقى له في الضمير تاعه تبقى له نقطة سوداء هذا الأولاد هذو اللي ماتوا راهي مسؤولية كبيرة أنت ذهبت إلى ربما تحميل المسؤولية إلى مش يحمل ولكن أيضا القضاء هو الذي ربما سيكشف من المتسبب ومن الذي يعني يجرب ومن الذي يجب أن يعاقب لا باش واحد إذا كان باش الضمير تاع بناتها مسؤول الصابلات أو غير الصابلات يجب أن يأخذ جزاء هي لازم في القانون لا تساهل يعني لازم نفرقوا هي كاين القتل العمدي راه باين واحد يجي يرفد لك موش ولا يقتل لك باين كاين القتل الخطا مثلا واحد في السياره تاعو وتبقى الوقائع ملابسه القضيه ممكن الخطا تاعو تاع الضحيه ضربوا ما ضربوش كذا اذا تروح ولكن نروحوا لقضايا من هذا النوع اللي هناك مسؤوليه تقصيريه قصروا ما اداوش واجبهم خلاو شافوا وعلموا على بالهم اللي كاين خطر بالرغم هذا ما ما قدروش يتحكموا في الاولاد هذو ما تجيش ما تجيبوش في هذا المكان والله القضيه هذه الاخ زكي لا يمكن ان نبرروها نخليوه احنا نخليوه على كل حال القضاء يخدم الخدمه تاعو التحقيق أكيد. ولكن قلت يعني اخلاقيه المسؤوليه انا حبيت نقول اخلاقيه من حيث المسؤوليه لو كنت انا في مكان هذا انا نستقيل لانه تبقى هذو صوره الاولاد هذو في الضمير في المخيله تاعي ما يعني تبقى لي شغل وصمه عار هذا واش من حيث مسؤوليته ايضا هناك جانب مهم ايضا يجب ان يفتح احنا قلنا انه فتح جميع يعني الكثير من التساؤلات والكثير من الجوانب ايضا جوانب الترفيه للاطفال يعني لو مثلا تم تخصيص مسابح محترمه والاطفال عندهم وين يفرغوا هذه المكبوتات في السباحه ايضا ما كانش يتعطشوا بهذا الشكل ويذهبوا لانه ما همش ولاد مثلا ولاد البحر اللي راحوا غرقوا ما نشوفوهاش هذه الا نادرا واذا شفناه نشوفوا فرد او فرد شخصين ماشي بالجمله يعني ماشي 5 و10 و20 واحد راحوا دفعه واحده هنا مسؤوليه ايضا الجماعات المحليه في توفير ادوات الراحه والترفيه للتلاميذ وحتى السكان بشكل عام هي حتى بالنسبة للبرنامج رئيس الجمهورية كان تكلم على مناطق الظل ومناطق الظل هذه مثلا تيسمسيت كما راهي سكنها في تيسمسيت مثلا المديه على كل حال خنشله عطانا مبلغ اعطانا مبلغ كبير 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 خنشله من افقر الولايات المتحده معروف المسؤولين اللي يجوا هما اللي فقروا السكان مش السكان باسكو انا احنا ممكن انا اخر واحد من تيسمسيت راك تشوف راني حاضر انا ولكن لو كان تشوف تيسمسيت تلقى الله يبارك
كي شغل ناس مثقفين متربين متخلقين دكاتره كذا كذا، ولكن نظرا لانه كاين مسؤولين ماهوش في المستوى دائما يغطوا الشمس بالغرق قبل ما يخلوش الانسان يبان، باسكو علاه يخاف كي تبان، باسكو ان فوا تبان الله يبارك تبني كما راهي الجمهوريه دروك راه يجري ويطيح وينوض ويبكي وكذا. الحمد لله من الداخل راهي هايله، وراه يقول لهم يا جماعه احنا نجري الى من برا ماشي من الداخل، عاونوني عاونوني باسكو بلادنا، باسكو ما عندناش وطن من غير الجزائر. هو الرئيس يقدر قادر في توفير ها هو الرئيس قال لهم وفروا الفضاءات من المفروض موجوده في نيه الحد موجوده لا عندنا مسبح في رجام نيه الحد الديه هذه ناقصه ناقصه خاصه نعي بوسيف هذه راهي ناقصه راهي ناقصه فضاء ما فيش حديقه من المفروض فضاء عام من المفروض البيافيوي من المفروض رئيس البلديه من المفروض رئيس المجلس الشعبي الولائي من المفروض الدي بي تي السناتر تاع الولايه تاع المديه يتكلموا على الجانب هذا. أستاذي الفاضل ربما أنا أوافقك في كل شيء ولكن ما نوافقش في نقطة كي قلت باللي اللي يجي لتما يعني الولات ولا ما يخدمش ولا المدراء التنفيذيين. شوف القاعدة اللي تربينا عليها، البلاد يخدموها ولادها ولادها. شوف هذوك المنتخبين المحليين رئيس المجلس الشعبي الولائي هذو اسمو هذو اللي يسهروا على نهوض بالتنمية في تلك الولاية. شوف شوف خويا احنا دخلنا انتخابات وكان ثقتنا في الله سبحانه وتعالى وفي رئيس الجمهورية ورئيس المعفية باسكو هو كان كما الاب تاعي على كل حال، باسكو انا ابي كان مجاهد وخدم معاه في ذاك حل البشير الله يرحمه، خدم معاه في المنطقه تاع تيرت كان مسؤول معاه، والرئيس راه على كل حال معروف راه مسؤول كبير وكذا. ابا نقول لك يا سي عبد المجيد تبون بالك يغلطوك يا ودي بي تي راهم شراو الاصوات ب 100000 وشكرا تاع سميد هذه اللي خلات اسمح لي هذه اللي خلات ضعفت لا لا نقولها بكل صراحه لا 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 هذه اللي ضعفت الولايه المنتخبين نقطه اغلب النواب الذين ينتخبون في الولايه تاعهم اغلبهم ما يعاودوش يولوا للولايه هذه ظاهره لابد ان تدرس هذه مفهومنا ولكن الشيء المهم والاهم انه عندنا 1541 بلديه الى متى اغلب البلديات ما فيهمش الملاعب الجواريه اغلب البلديات ما فيهاش مسابح الان هذه مناطق غير الرئيس الان يحث على انه يحافظ على كرامه المواطن الجزائري اعتقد قضيه الملاعب الملاعب الجزائريه سعيد رؤساء البلديات راه بحال المتابعه الجزائريه سواء من حيث الاقتصاد سواء من حيث تبديل الاموال العموميه سواء الى اخره قضيه الملاعب الجزائريه في قضيه الملاعب الجواريه اعتقد بانه كثير من البلد اغلب البلديات الان فيها ملاعب جواريه الملاعب الصغيره يعني حتى في بعض القرى وتلقى يعني الامانه اسمع لي اسمح لي الامانه انت راك تقول الامانه ولكن المسابح نتكلم على المسابح نتكلم مسابح. على انا جايك فضاءات جاي. حدائق اسمح لي اسمح لي الحدائق والفضاء انا كاين دراسه على العاصمه فقط لازم لك اكثر من 120 مول باش تغطي طلبيه حاجيات هذه العاصمه فقط عليك. احنا ماذا بينا في كل ولايه في كل مدينه كبيره لما نقولوا سطيف كاين مدينه قدامها العلمه كبيره كاين عين زال كبيره وعين المال على الاقل يكون فيها مول الان نوليو البيت القصيد لما نشوفوا احنا المسابح هذو لانه احنا عندنا ولايات بين في الساحل الجزائري الناس راه يجي في الولايات الداخليه بكثره في موسم الاصطياف يكروا الديور اللي يكونوا لي فاكونس لي زوتيل معمرين الى اخره حنايا باش نخفوا هذا العبء هذا علاش ما نديروش يعني نكثروا اكثر ممتاز. المسابح ما يسمى بالمسابح نصف الاولمبيه ما نجيب انا اصلا علاش ندير المسابح الجواريه والمسابح نصف الاولمبيه ودائما ما نجيبش الشباب ما نجيبش الاولاد يستجيب يعني استجمام فقط ولكن نربيهم على رياضه السباحه من الرياضه يولوا ابطال اسمح لي استاذ عبد القادر اسمح لي استاذ عبد القادر رجاء استاذ عبد القادر رجاء رجاء تصويت بالبصمه كما داروا في رجاء استاذ عبد القادر بالبصمه نعرفوا يخرج الحقيقي استاذ عبد القادر الاولاد نعطيك 100000 في الصفوط عليا استاذ عبد القادر رجاء رجاء في المنطقه النائيه ما نقولوش حنا الولايات الله يبارك داير ما كاش ما يقدروش رجاء استاذ عبد القادر الشعب واعي مثلا في 24 ساعه الاخيره الحمايه المدنيه في اكثر من 18 شخص توفى في البرك يعني في البرك في البرك النائيه هذه ملها معك ايضا في موسم الاصطياف سعيد ايضا الكثير من الغرقى والذين يتوفون العشرات هم الذين ياتون من مناطق النائيه المناطق الداخليه الصغيره الداخليه والمغبونه هذا الامر
عنده علاقة بالمسابح. يعني لما يكون عندك مسبح ما تتعطش بذلك الشكل، عايز ثقافة، عندك ثقافة يعني صيفية وبحرية أو صحة تعبير. المهم نعود الى الموضوع. شيخ زكي اللي ما يخافش ربي اليوم في صلاة الجنازة، المسؤول اللي ما يخافش ربي باسكو ولات قضية تاع بينك وبين مولاك، دونك ما تخافش ربي دير كل شيء، تسرح كذا تحقر كذا تظلم هذه. اليوم المهم في الجنازة حضر تقريبا كثير من المسؤولين، على رأسهم أيضا والي المدية ورئيس المرصد الوطني المجتمع المدني سيد نور الدين بن براهم، ورئيس حركة البناء الوطني سيد عبد القادر بقرينا، والعديد من ممثلي المجالس المنتخبة والمجالس البرلمانية. المهم هذه أصبحت قضية وطنية، الأهم من كل هذا أن نأخذ الدروس، خاصة نحن لما نتكلم على مسؤولية أولياء التلاميذ في نهاية المطاف. لا أعرف إلى أي مدى، لأنه ربما قد يغلب ولي التلميذ لأنه فيه العشرات من التلاميذ ذهبوا وأولياء التلاميذ. المهم يعني يجب تشديد بصراحة، يعني لا يجب التساهل. لا يمكن أن تفوت والتلاميذ. هذه الكارثة هذه سابقة يعني الحق لأنه اليوم تشديد العقوبة رئيس الجمهورية راه شدت العقوبة على المضاربين، شدت العقوبة في بزاف أمور اللي تمس بالقوة تاع المواطن كما يقول لك ضعيف. لازم راه يسمع فيها، لازم يدير مشروع تاع قانون من خلال يعرضه البرلمان مجلس الأمة وبعد يصوت عليه مجلس السوري شرعية القوانين. على كل حال هو عنده رقابة من خلاله شدت العقوبة على هذا الرحلات اللي يجيبوا ولاد الناس ويضيعوهم ويسبحوا فيهم ويعرضوا عرضة للمخاطر. احنا ما نقول مخاطر، خطره واحد قال لك واحد اب نحكى لي باسكو كي جبدنا هذه اتصلت بها تي بي قال لي ولدي راح الكار البيش هذا اللي جاي في الرحله وسمحوا فيه ولده حتى مشاو ما شافها ما شاف انا كيلومتر فاقوا فيه عاودوا رجعوا. احنا ما نقولوش بانه يجب منع او لا ماشي منع، تشديد الرقابه نولي دفتر شروط، لانه الرحله المدرسيه مهمه يعني الرحلات المدرسيه مهمه دفتر شروط تشديد دفتر الشروط الاول وتطبيق قانون الوالدين. ثانيا تكلمت على نقطه مهمه الاستاذ وشنو هي؟ كل رحله لازم تكون عندها تامينات ديزاسيرونس جدا نورمال، لانه ماشي واحد يروح هكذا مباشره. طيب شكرا جزيلا لكما أستاذ سعيد هرزي والأستاذ عبد القادر لك حسن، أعود إليكما بعد فاصل قصير ونفتح ملف غزة وآخر الأخبار خاصة في الجمعية العامة والخطوة التي خططها فلسطين لتصبح عضو كامل السيادة في الأمم المتحدة. بعد الفاصل نواصل الجزء الثاني. مرحبا بسادة المشاهدين الكرام، نتكلم على تصويت لصالح فلسطين لكي تصبح عضو كامل السيادة، هذا إنجاز، و الجزائر كانت وراء ولا ندعي أنها كانت وراء ولكن كانت وراءها وراء هذا القرار بشكل كبير. ولكن الآن الرهان يقع على مجلس الأمن، وما دام أنه ربما الولايات المتحدة الأمريكية موجودة قد لا يمرر هذا الأمر. ولكن هناك معطى ظهر في الآونة الأخيرة وقضية الحراك الطلابي. هل سيتحرك الحراك الطلابي في يعني اتجاه ضغط أكثر على الولايات المتحدة الأمريكية لكي تقبل بعضوية كاملة لفلسطين، أم أن الأمر لن يكون وربما يحصل تبادل أدوار مع بريطانيا وفرنسا؟ هي في الحقيقة يعني هو انتصار للقضية الأم قضية فلسطين، وسيكتب التاريخ وستدرسها الأجيال وتتذكرها الأجيال اللاحقة أنه في فترة عضوية الجزائر في بين الأعضاء 15 في المكتب مجلس الأمن، يعني الجزائر لعبت يعني دور كبير جدا ومحوري في تمرير عدة قرارات، ولعل آخرها أنها يعني جندت أكثر يعني من 140 دولة وهو بالضبط 143 دولة اعترفت ب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة. إنجاز يحسب عليه. الآن لما نأتي أنه يمرر هذه قوانين الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، مجلس الأمن فيه ما يسمى بقانون فيتو اللوبي الصهيوني إلى آخره. الآن الولايات المتحدة الأمريكية لابد أن يعرف الجميع أنه طوفان الأقصى هذا لم يأتي هكذا سدى، هذا الطوفان الأقصى جاء مدروسا في وقته وفي حينه وفي ساعته وفي زمانا ومكانا، عرى الدول القوية، عرى الدول المطبعة. الآن الولايات المتحدة التي دائما هي التي تعترض، وبشكل يعني هناك فرنسا وبريطانيا تمتنع
وهذا يعني الامتناع يدل على أنها ضد يعني هذا القرار يعني يتبادل الأدوار. لا يمكن أن يتبادل الأدوار أكيد جميعاً. الآن الحراك الطلابي في أمريكا في الآن لما كبر الجامعات الأمريكية مثلا جامعة كولومبيا يعني تقرر أنه يعني يقرر الطلبة والأساتذة أنه ما يكونش في حفل التخرج يعني لا يحتفل بالتخرج هذا يعتبر الضرب للمنظومة الجامعية التي تقدم كوادر لأن المنظومة الجامعية في الدول الغربية في ما يسمى بالديمقراطية التقليدية الولايات المتحدة الأمريكية كندا فرنسا بريطانيا ألمانيا الدول الإسكندنافية يعني الطلبة يصنعون الحدث ولهم كلمة وحتى ستكون لها ستكون سحب قطيرات على الاستحقاقات الانتخابية بالدرجة الأولى استحقاق الانتخاب الرئاسي في أمريكا استحقاقات اسمه إعادة انتخاب أعضاء مجلس النواب والكونغرس هذا سيؤثر على السياسة الأمريكية إذن نحن نرى بإيمان عميق أنه هذا القرار ما هو إلا تمهيد لقرارات أخرى ستأتي لصالح فلسطين. هل يعني نستطيع أن نقول بأن الآن خلاص طريق أكثر من 143 دولة في صالح أو تقف مع فلسطين؟ أن مسألة عضوية فلسطين في الأمم المتحدة هي مسألة وقت فقط. حتى أمريكا تقول هذا الأمر يعني ليس ضد أن تصبح فلسطين ولكن تقول لك أن الوقت غير مناسب. هي تصويت أولا الكاسح لصالح عضوية دولة فلسطين كما يقول لك هو فوز بالدرجة الأولى للعرب هو فوز بالدرجة الأولى للمسلمين ثانية للمسلمين على أساس واش أنه حتى النظام الدولي دوك يسير على كل حال لواحد الحقيقة اللي لازم نعرفها أنه عرى الكيان الصهيوني عرى الولايات المتحدة الأمريكية عرى الاتحاد الأوروبي الست وبين باللي هذه فلسطين شعب أعزل محقور دولتهم تحقروا كذلك خروج الطلاب هذا كذلك الطوفان كما قال لك الأستاذ الكريم الأقصى بين باللي فلسطين مش دافع على فلسطين كدولة ولكن راه دافع على الإنسانية جميعا لأنه ضوك عندما نتنياهو لا يحاكم في محكمة العدل الدولية ما معناه عندما يقتلوا الأطفال والنساء والشيوخ بالطائرات ما معناه عندما ما يقدروش أنه يحكموا هذا حماس الجنود تاعها وكذا وعراتهم وقالت باللي اقوى دوله في العالم منها الامريكان والصهاينه باسكو لو دو تيغ تاع لو كونغرس امريكا سي دي جويف باسكو الطلبه هنا كذلك بطريقه غير مباشره راهم يقولوا باللي بالنسبه للكونغرس بالنسبه للرئاسيات ترامب سيتم الضغط وكذلك هيئة الأمم المتحدة والميكانيزمات والأدوات اللي تسير بها منها مجلس الأمن يجب إعادة النظر يجب لأنه النظر. أغلب الدول راهي تقول بلي ونحات هذيك لأنهم إرهابيين وكذا بالنسبة للفلسطينيين بس اليهود كانوا بغوا قضية إرهابيين وهم يقتلوا الأطفال ويقول لك على الجزائر حقوق الإنسان وكذا أنتم راكم تقتلوا الناس بالآلاف احنا واش قتلنا رجاء أستاذ عبد القادر أنت قلت أنه يجب إعادة النظر في مجلس الأمن الأمم المتحدة مندوب الاحتلال الإسرائيلي يشتم العالم أستاذ يقول أكيد. لهم يعني خلينا ما نعودوش ماذا قال ولكن شتمهم ويمزق ميثاق الأمم المتحدة أمام مرأة العالم ولا يعترف بقرارات الأمم المتحدة ولكن لا أحد يتجرأ ويعاقبه هذا مندوب الاحتلال الإسرائيلي هل نحن أمام منظومة غربية تحمي الاحتلال الإسرائيلي أو هكذا يريد أن يقول أنتم يقول أنتم تمزقون ميثاق الأمم المتحدة بأيديكم هل نفهم من هذا الكلام بأن الأمم المتحدة أسست خصيصا لحماية الاحتلال الإسرائيلي؟ أولا الأمم المتحدة تأسست قبل أن تتأسس دولة بنو صهيون صحيح عشان نفهم صحيح ولكن من غير المعقول من غير المعقول
من يمزق ما يسمى بدفتره العائلي. يمزقه الأب أم الإبن؟ الأب الذي إذن ليأتي هذا الولد العاق دولة بنو صهيون ليمزق ميثاق الأمم المتحدة اللي هي الأب التي اعترفت به. هذا من غير المنطقي. من جهة. من جهة ولا يحاسب ولا يعاقب. من جهة أخرى لابد أن نعود إلى الماضي. الدولة الوحيدة التي أعيد النظر وأبطلت قرارات التي صوت عليها مجلس الأمن ضدها هي دولة إسرائيل بنو صهيون. لا توجد أي دولة منضوية داخل أمم المتحدة يعني أعيد النظر في القرار الصادر ضدها أو ألغي إلا دولة إسرائيل. هذه كلها مشكلة. هذا الطوفان ويهددونه السعيد. هذا الطوفان لما طوفان الحراك الطلابي في أمريكا هو جزء من هذا الطوفان. طوفان الشعوب والمنظمات التي تخرج في شوارع أوروبا خاصة مؤخرا في الدنمارك لما أمير الدنمارك أو الملك الدنمارك يعني ولي العهد يخرج بعلم فلسطين من الشرفة. هذا كله مؤشرات على أنه هناك حراك عالمي حتى أنه الآن روسيا بالدرجة الأولى تلعب دورا كبيرا من خلال هذه الحرب ضد الناتو وليس ضد يعني أوكرانيا. هذه كلها المتغيرات التي تجعل من منظومة بنو صهيون تضعف لأنه لما المندوب يمزق ميثاق ضعف. نأتي إلى نقطة مهمة والأهم من هذا الشيء أنه في 143 دولة صوتت لصالح هذا القرار يعني من أجل عضوية كاملة ودائمة لفلسطين في الأمم المتحدة. الآن نطرح تساؤل للدول المطبعة التي علمها يرفرف في ما يسمى بالقدس الشرقية القدس الشرقية وتل أبيب خاصة بالقدس الشرقية. يعني من العار أنه هذا العلم يعني تاع أشقائنا تاع الدول العربية بالدرجة الأولى ما زال ويرفرف علم إسرائيل في هذه البلدان. هذا يعني شوف هذا التناقض. هذا يعني علاقة تضاد. ممتاز. يعني هذا التناقض الذي نعيشه دعني هو الذي يجعله من قضية الفلسطينية الآن هي قضية كما قلت مهمة جدا قضية إنسانية قبل أن تكون قضية فلسطينية. ممتاز. تعتقد أستاذ عبد القادر بأنه كما قال أستاذ سعيد قضية تمزيق ميثاق الأمم المتحدة وشتم هو موقف ضعف من الاحتلال الإسرائيلي وليس موقف وموقع قوة؟ هل تعتقد بأن الذي يمزق أكيد هل يريد أن يبعث رسالة بأنه قوي وليس ضعيف؟ هي التمزيق في حد ذاته هو ضعف. والضعف هذا من المفروض أنها جريمة أيضا. هي حيرة انقسام الكيان الصهيوني دروك العالم كله ضده لأنه تعرى ولاتنياهو راه متخوف من حاجة واحدة لأنه في يوم من الأيام سيحاكم وعقل عليها أمام محكمة العدل الدولية بجرائم إبادة جرائم ضد الإنسانية. الناس عزل في ديارهم كذا راقدين كذا تروح انت تفتح قنابل وتقتلهم وكذا وشقصفوا النساء الشيوخ والأطفال. إذن هذا ضعف والضعف هذا ينم أنه في المرأة الأخيرة انتهم انتهوا ان شاء الله في مرحلته الاخيره صاي كي انسان الغارق ولا انسان راح يموت تشربوا شويه ما وبعد يموت صاي يعني شطحه الديك المذبوح رقصه الديك المذبوح لوبينيو انترناسيونال راه تدو ولكن لن يستطيعوا ان يفعلوا شيء للاسف الشديد من قرارات هيئه مجلس الامن ماشي تنفذ على تنفذ ضد العراق على تنفذ ضد ليبيا أو سوريا وسوريا وعلى ما تنفذتش ضد الكيان الصهيوني في ليبيا في ليبيا لم ينتظروا حتى انعقاد مجلس الأمن يعني وتم قصف مباشرة وتدمير للأسف الشديد ازدواجية في المعايير ازدواجية أظن زكي أنه النخب السياسية والثقافية في العالم كلها الآن كانت ما يسمى يعني نقدر نقول الرجل المريض مثل الدولة العثمانية في آخر زمنها ولكن الآن هذه الانتفاضة تاع الطلبة هي التي
جعلت من هذه النخب تستيقظ وتستفيق. يعني في لولا الطلبة خلينا هو صح يعني العمل كما قلنا مبدأ السببية لا يوجد أي شيء بدون فيه مسبب. المسبب الأول هي المقاومة الفلسطينية أكيد. لما أعلنت يوم 7 أكتوبر أكيد. يعني قام بهذه العملية أكيد. ثم يعني دخول الشعوب المؤيدة لهذا الطوفان. الآن النخب لابد أن تعود إلى زمام الأمور أن تتحكم في الحكم في الدول الغربية لأن هذا النخب بوجودها بتأييد من الحراك الطلابي من المنظمات الغير حكومية من الحقوقيين إلى آخره يستطيعون أن يغيروا مجرى التاريخ يقلبوك. الآن أتوقع أنه هناك أكثر من 70 انتخابات رئاسية صحيح. في العالم وخاصة في الدول الغربية دول أمريكا اللاتينية إلى آخره صحيح. سيكون فيها شأن يعني لمترشحين من هذا الحراك العالم من هذه النخب التي استيقظت مؤخرا ومتأخرة وأن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي وستؤثر القضية الفلسطينية على الكثير أكيد. من أنت قلت بأنه استفاقت شعوب واستفاق الكثير ولكن الدول العربية المطبعة وعلى رأسهم الجار الغربي لم يستفيق بعد وبالعكس يعني لا يريد أن يذكر بتاتا ما يحدث في فلسطين هل هو غض البصر هل هو يعني التجاهل هل هو كيف تسمي هذا الأمر أستاذ في وقت أنه بعض كان ينتظر أن هؤلاء هذه الفرصة الوحيدة إذا كانوا يعني يريدون ربما وقع التطبيع بحكم ربما ملفات بحكم ضغط ما معين عليهم ولكن الآن هناك سبب كبير هو الظلم الاحتلال الإسرائيلي جنوب إفريقيا ماذا فعلت كولومبيا والشيلي وغيرها من الدول أستاذ حتى في الداخل الأمريكي الحركة الطلابي لماذا لم يتحرك أو تتحرك الدول العربية المطبعة هي الأخ زكي الدول العربية اللي طبعت مع الكيان الصهيوني راه يتكمل نشوفوا غير تاع السعودية الأمير هذاك يجيب الراقصات بالله عليكم وكذا لا السعودية لم تطبع يعني السعودية لم تطبع ولكن راهي تمشي ما ندتش ما 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 الإمارات مع كل احترامي الأمور هذه كان واحد الخطوط يعني ما زمش نجوزوها في هذه في قضية علاقة الجزائر ببعض الدول الآن باش يقول واحد السعودية مطبعة ما كانش منها ماهيش مطبعة الآن كان دول كان الإمارات ودول الجار الآن المغرب خاصة المغرب شكون راهو إذي فينا الآن في دول الساحل شكون الآن اللي راهو إعادة رسكلة منشقي ما يسمى مجموعة فاغنر التي لم تدخل إلى الجيش الروسي هي الإمارات وهي يعني دول الجار الآن خاصة المغربي خاصة الشعب المغربي الشعب المغربي المخزن دون نحن الآن كنشطاء لدينا علاقات دون ذكر هؤلاء النخب الموجودة في المغرب ولدينا علاقات طيبة معهم الموجودون في الدار البيضاء وفي الرباط وفي فاس وجدة ومراكش هؤلاء النشطاء الذين يعملون ليل نهار من أجل يعني توحية الناس من أجل اللحمة من أجل القضية الفلسطينية أما الآن المخزن يعني خلاص يعني المخزن خلاص يعني هو يعني مستحيل أن يتخذ موقف الآن بعد حوالي 4 أيام سعيد ستكون هناك الجامعة العربية في المنامة في البحرين ولكن أنا ولكن ماذا ينتظر منها لا ينتظر منها أي حاجة الآن نخليه الوقت لوقته ما دام أنه أكثر من 7 أشهر والقصف على غزة والمقاومة دائما باسلة دائما يعني مستمرة والجزائر تقاوم داخل أروقة الأمم المتحدة بعلاقاتها الدبلوماسية الزيارات المكوكية الدبلوماسية الجزائرية هذا مهم جدا يعني تحسب لها نحن نتوقع أنه عاجلا أم آجلا ستكون فيه متغيرات أخرى ونحن الآن ندعو مرة أخرى الشعب المغربي أن ينتفض على هذا النظام المخزني ولديه كل مؤهلات هذا الشعب بأن يعني يتحرر من براثين النظام المخزني المتصاعد. أكيد. أنا أكيد. يعني أستاذ سعد على كل حال بتعقيب على قضية السعودية هي السعودية بلد صديق للجزائر عن تجمعها يعني علاقات حسنة ممتازة مع والسعودية لم تطبع أستاذ عبد القادر على كل حال
المهم قلنا ماذا قدمت لفلسطين؟ ربما قدمت ماذا قدمت لفلسطين؟ المهم الجامعة العربية أستاذ عبد القادر تعتقد بأنها قدمت أو ستقدم شيء ما معين، وهي التي ستجتمع. أنا في اعتقادي صراحة الأخير اتفق العرب أن لا يتفقوا. كانوا عندنا بومدير الله رحمه، كان عندنا القذافي، وبومدير في بلاصتو تبو إن شاء الله راه يحذو حذوه، راجل زعيم وعنده مواقف، وشرفنا في المحافل الدولية وما طبعش مع كيان الصهيوني، ورغم الضغوط الداخلية والخارجية رجع الميزانية وعاون القليل، باسكو هذا الرئيس تاعنا بوي القليل، وعاون المغبون والمحقور، وراح لمنطقة الظلم وعطى لهم الدراهم على كل حال، وراه يحارب دوك اللحمه الداخليه. الحمد لله احنا اذا ترشح الرئيس، اذا ترشح مازال ما ترشحش، راه يديها بالاغلبيه ولكن 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 هو راه يحارب في الخارج، ما راهش يحارب في الداخل. يا ودي نعرفوا انا عز يا ودي ان شاء الله يربح الرئيس، وان شاء الله فلسطين يصوتوا عليها تكون دوله مستقله، ونحاوزوا اليهود ونتهناوا في ديارنا. قال لك شعب واحد، جيش واحد، وطن واحد، بالرعايه تاع رئيس الجمهوريه والجيش، خاصة الجيش سليل، باسكو احنا من احفاد الشهداء، احنا من اولاد المجاهدين. الجيش الوطني الشعبي على راسه شنقريحة، ووزير الدفاع رئيس الجمهورية، والقائد الاعلى للقوات المسلحة، ان شاء الله يمشوا معنا في بر الامان كما يقول لك. هذه نقولها ان شاء الله سعد في باسكو بلادنا في خمس ثواني ربما لا اخرج عن سياق، ولكن لولا هؤلاء الرجال لما كنا في هذا البلاط. اكيد اكيد. يعني قبل الدخول الى الاستوديو كنت في جنازة الرائد محمد البرواقي، احد قادة المجلس الولايه الرابعه التاريخيه الذي وفاه الاجل، وطلب ان يكون يعني دفنه في امام يعني مربع الذي يرقد فيه رفيق دربه عمي الخضر بورقعة، الرائد الخضر بورقعة. وهؤلاء الرجال نحييهم، وسنكون ان شاء الله خير خلف لخير سلف ان شاء الله، رحمه الله عليهم وشلالات الرحمه عليهم، احيا في قلوبنا واحيا كما يقول لك. والجزائر بلد الشهداء، ودفعت يعني الشهداء ورسالة المجاهد والشهيد بملايين. واحد السيد قال له يلا صيدوا، قال له حتى يموتوا يعرفونا، واذا ماتوا كان ولادهم ان شاء الله، اذا ماتوا الشهداء كان ولادهم، اذا ماتوا المجاهدين كان ولادهم. شكرا جزيلا استاذ قادر الناشط الحقوقي، والشكر ايضا للاستاذ سعيد ارزي الاعلامي، والشكر ايضا لحليم مساوي مراسل القناه الوطنيه الذي كان معنا عبر خدمه الهاتف. على كل حال نعيد تعظيم الاجر لعائلات الضحايا بعين بوسيف ولايه المديه، و نترحم عليهم. شكرا جزيلا، نلتقي غدا إن شاء الله، إلى اللقاء.